بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفصل الرابع من مادة الديجيتال إلكترونيكس هو البايبولر لوجيك سيركتس. هذا الفصل يعني راح يتحدث عن بناء اللوجيك سيركتس باستخدام البايبولر جنكشن ترانزستور اللي هو أحد أنواع الترانزسترات الشهيرة. طبعا بالفصول السابقة كل اللوجيك سيركت بنيناها باستخدام الموس اللي هو الموسفيت وهو أحد أشهر أنواع الترانزسترات الموسفيت. احنا عندنا ثلاثة أنواع من الترانزسترات هي الموسفيت والميسفيت والبي جي تي اللي هو البايبولر جنكشن ترانزستور. فبنينا بالانموس وبنينا بالبي موس وبنينا بالسي موس اللي هي تستخدم الكوبلمنتري ما بين يعني تستخدم تو ترانزستور اللي هو البي موس والانموس. الان نبني نفس اللوجيك سيركتس ايضا باستخدام البايبولر جنكشن ترانزستور ولذلك اسمها بايبولر لوجيك سيركتس. طبعا البايبولر ترانزستور قديم، يعني اول ترانزستور ينشأ هو بالحقيقه البايبولر ترانزستور اللي هو 3 تيرمينال سوليد ستيت ديفايس. 3 تيرمينال على اعتبار هو كولكتر وايميتر وبيس، سوليد ستيت ديفايس لانه يبنى من ماده سيمي كوندكتر من اشباه الموصلات سيليكون او جرمانيوم. اوكي، وكان الفيرست انتجريتد سيركت مبنيه بالبايبولر لوجيك سيركت. اذا هو الاقدم بالحقيقه، اذا قارناه بالموس هو اقدم من الموس. بدايه الموضوع بدا من تقنيه البناء، يعني تقنيه بناء الانتجريتد سيركت او اللوجيك جيتس باستخدام ما يسمى بالريزستر ترانزستور لوجيك او تختصر ار تي ال. ليش؟ لان كان يستخدم ترانزستور واحد ويا لود ريزستر فيستخدم الار تي ال. تطور الموضوع الى ال دي تي ال اللي هو الدايود ترانزستور لوجيك. هنا دخل الدايود بالموضوع، ولكن الدايود دي بالحقيقه اشكالات كثيره في عمليه البناء مالته والفابريكيشن مالته، فتم استبداله ب يعني استبدل الدايود بترانزستور اخر فظهرت تقنيه ال تي تي ال ترانزستور لوجيك. اذا الدايود ميرجد وريبليسد باي مالتي انبوت ترانزستور. بشكل عام انبوت يعني سنجل انبوت ترانزستور او مالتي انبوت ترانزستور، يعني في هذه الدائره صار اسمها او هذا النوع من اللوجيك او هذا النوع من الفاميليز اصبح اسمه تي تي ال، اصبح اسمه تي تي ال ترانزستور لوجيك اللي هو النوع السائد في بدايات انتاج اللوجيك جيتس والانتجريتد سيركتس. التي تي ال طبعا از ستيل وايدلي يوزد، لا زال لليوم يستخدم في البروتوتايبنج، يعني في البروتوتايب سيستم وحتى في الانتجريتد سيستم، وحتى في مع انه السيموس في الفصول السابقه ذكرنا ان السيموس هي التكنولوجي الاكثر استخدام في المعالجات، ولكن التي تي ال لا زال موجود. وراح نذكر انه على مستوى الاي سيات المنطقيه اكو عائلتين شهيرتين اللي هما عائله التي تي ال اللي هي العائله اللي دائما ارقام الاي سيات بيها تبدا بالرقم 74 7400 7402 7404 الى اخره. ما دام تبدا العائله تبدا الاي سي بالرقم 74 فهو من عائله تي تي ال، واذا بدات بالرقم 44 فهو من عائله سيموس، يعني مثلا 4000 والسيريز مالتها هذه هي عائله السيموس. اذا مستخدمه تي تي ال مستخدمه والسيموس مستخدمه بالديجيتال سيستم. اذا الجيل الثالث خلينا نقول اجى ما بعد الار تي ال والدي تي ال هو تي تي ال. بعد ذلك اجانا ما يسمى بالاي سي ال اللي هو الايميتر كابل لوجيك. هذه تقنيه ايضا يستخدم بها الترانزستورات ولكن صار بها شكل اخر، حقق بها مكاسب معينه، وابرز مكسب دائما احنا نبحث عنه هو ان تكون هاي سبيد، على اعتبار انا ابحث عن هاي سبيد لوجيك، لانه الهاي سبيد لوجيك تنطيني امكانيات للمعالجات الدقيقه وللمايكرو كنترولرز تنطيني امكانيات عاليه. اللو فولتج واللو باور فيرجن للتي تي ال والاي سي ال بالحقيقه خدمت بشكل كبير وطورت تطبيقات الفي ال اس اي. كلمه في ال اس اي هي مختصر ل Very Large Scale Integration اللي هي يعني تخصص بالحقيقه يعني جدير بان يدرس في مراحل متقدمه من الدراسه، شلون تبني وشلون تسوي فابريكيشن للانتجريتد سيركت بشكل عام باستخدام اساليب وتقنيات وتطبيقات الفي ال اس اي. فالفي ال اس اي ممكن تستخدم السيموس، ممكن تستخدم التي تي ال، وتستخدم الاي سي ال. اي سي ال تفي بتطبيقات الفي ال اس اي؟ اي نعم تفي. اوكي، اذا الاي سي ال من حيث السرعه طبعا هي سريعه جدا بالاضافه الى يعني السيموس، لكن
تبقى شويه الاي سي ال سفرد فروم ريليتيفلي هاي ليفل هاي ليفلز اوف باور كونسامبشن، يعني تستهلك طاقه اكثر باور اكثر اذا ما قارناها بالسيموس. اذا من حيث الباور السيموس افضل. نمبر اوف سيمي كوندكتر كومبانيز، شركات كثيره متخصصه في صناعه السيمي كوندكترز انتجت تقنيه جديده اللي هي الباي سيموس. اذا بعد الار تي ال الدي تي ال التي تي ال الاي سي ال ثم دخلت السيموس على الخط، بل السيموس نافست. يعني تي تي ال من الستينات، من منتصف الستينات الى منتصف الثمانينات هي الدوميننت، هي المهيمنه والمسيطره، لكن بمنتصف الثمانينات تقريبا السيموس بدات تنافس، مع ان السيموس ايضا قديمه يعني من بالسبعينات بدات كنظريا من الستينات وعلى ارض الواقع بالسبعينات، لكن دخلت منافسه قويه وشرسه واصبحت تبدل، اصبحت التي تي ال تستبدل بالسيموس في منتصف الثمانينات. ليش؟ بيها مزايا، وطبعا كل واحد بيه مزايا وبيه عيوب اكيد. فلذلك ظهرت تقنيه الباي سيموس. الباي سيموس جمعت ما بين السيموس والباي بولر تكنولوجي، باي بولر جنكشن ترانزستور، فاصبحت تاخذ مزايا الباي بولر ومزايا السيموس. فاذا ظهرت عندنا الباي سيموس اللي تستخدم باي بولر ترانزستور من نوع ام بي ان او بي ام بي، وتستخدم الفول سيموس تكنولوجي. فشركات كثيره بدات تنتج هذا النوع من من التكنولوجي. اذا هاي تقريبا ابرز التكنولوجيز الموجوده وكلها مستخدمه تقريبا، يعني التي تي ال لا زال يستخدم والسيموس يستخدم اكيد، الباي سيموس الان دخلت على الخط وتستخدم بقوه، الاي سي ال ايضا تستخدم بقوه. في هذا الفصل احنا راح نركز على الاي سي ال بالبدايه، ثم ننتقل الى تي تي ال، وننتقل بشكل مختصر الى الباي سيموس على اعتبار الار تي ال والدي تي ال تقريبا عفى عنها الزمن. الاي سي ال مختصر لإيميتر كابلد لوجيك هيستوريكالي هاز بين فاستست فورم، اذا هي الاسرع بالحقيقه اذا ما قارناها بالتي تي ال، اكيد هي الاسرع. التي تي ال ان هي الدوميننت بالديجيتال سيستم لغايه منتصف الثمانينات، الى ان اجت السيموس فاصبحت السيموس يعني منافس قوي وشرس جدا. عاده التي تي ال تشتغل بفولتيات ال 5 فولت، غالبا تشتغل بفولتيات ال 5 فولت، اذا تريد اقل من 5 فولت فالسيموس تشتغل باقل من 5 فولت، تشتغل ب 2.5، تشتغل ب 2، تشتغل ب 1.8 فولت، اوكي؟ وهذا النزول بفولتيات الفي سي سي او الفي دي دي هذا راح يقلل الباور ديسبيشن ويقلل الحراره المتولده، فبالتالي ما نحتاج الى وسائل تبريد يعني معقده. التي تي ال ديليز تين تو بي بورر ذان، اذا على مستوى الديلي التي تي ال هي بالحقيقه تمتلك ديلي اكبر، يعني الاي سي ال بها ديلي اقل وبالتالي الاي سي ال اسرع من التي تي ال. هذه فد مقارنه رئيسيه يعني مختصره ومبسطه ما بين التي تي ال والاي سي ال والسيموس. خلينا ندخل بالعمليه البناء والديزاين للاي سي ال، ولكن الاي سي ال قبل ان ندخل في بنائها وديزاينها نحتاج الى دائره اسمها كرنت سويتش. هذا الكرنت سويتش هي عباره عن دائره نحتاجها تكون هي الاساس في بناء الاي سي ال لوجيك جيت، مرات نسميها كرنت سويتش ومرات نسميها اميتر كابلد بير. يقول هذه الكرنت سويتش هي الهارت اوف ذا اي سي ال جيت، اوكي؟ اذا هي قلب، راح نشوفها بعدين من نبني الاي سي ال جيت راح يكون قلب الاي سي ال جيت هو الكرنت سويتش. هذا هو الشكل، هذا هو شكل 9، هذا هو الكرنت سويتش سيركت التي تستخدم في بناء بوابات الاي سي ال. طبعا بها تو ترانزستور كيو 1 وكيو 2 كلاهما ايدنتيكال ترانزستور كيو 1 وكيو 2 واحمال ار سي، ار سي هذا عنده حمل ار سي بالكولكتر وهذا عنده حمل ار سي، وهنا عندنا كارنت سورس اللي هو الاي دبل اي، هذا كارنت سورس. مرات يسمونها مثل ما قلنا هذه دائره تسمى ايميتر كابلد بير. الفولتيه في ان راح تكون داخله على هذا الترانزستور، وهذا الترانزستور على البيس مالته، وعلى البيس مال الترانزستور الثاني هو الفي رفرنس، الرفرنس فولتج، ولذلك احنا دائما نقارن الفي ان مع الفي رفرنس، هل هي اقل ولا هي اعلى؟ فعلى ضوء ذلك تتحدد حالات العمل. الفي سي 1 هذا هو اخراج الموجود على الترانزستور الاول وتيار اي سي 1، وهنا عندي الفي سي 2 اي سي 2، وطبعا هنا مصدر تيار ينتهي بمصدر فولتيه سالب اللي هو الماينس في اي اي. هذا هو الشكل العام لهذه السيركت. هنا شنو نريد؟ راح نقسم العمل
على جزئين او على منطقتين اعتمادا على ان الفي ان، هل ان الفي ان اكبر من في ريفرنس؟ اذا كانت الفي ان اكبر من في ريفرنس بفيو هاندرد ملي فولتس، يعني مثلا ب 100 ملي فولت، 200 ملي فولت، 300 ملي فولت، 400 ملي فولت وهكذا، فهذا الترانزستور راح يكون اون بالتالي يصير كلوز، وهذا الترانزستور كيو 2 راح يكون اوف، بالضبط الدائره المكافئه راح تكون بهذا الشكل. اما اذا كان الفي ان اقل من في ريفرنس بفيو هاندرد ملي فولت، فهذا الترانزستور كيو 2 هو اللي راح يصير كلوز، وهذا الترانزستور راح يصير اوف. فبالتالي التيار المساب راح ينساب بهذا الفرع، وهذا الفرع راح يصير اوف. هذا الشرح هو بالحقيقه بالضبط للكرنت سويتش لما الفي ان مره تكون في ان اكبر من في ريفرنس ومره الفي ان اقل من في ريفرنس، كانه الترانزستورين دوله قاعد يعملون كسويتش الكتروني، مره يطبق على هذا الاتجاه ومره يطبق على هذا الاتجاه. ولذلك شو يقول؟ يقول هذا الترانزستورين جاي يعملون كانه هم سنجل بول دبل ثرو سويتش. هذا نوع من السويتشات ذكرناه في محاضرات سابقه اللي هو سنجل بول دبل ثرو، عند حالتين هو بول واحد يعني ذراع واحد ولكن يتحرك باتجاهين، اما باتجاه الفي سي 1 او باتجاه الفي سي 2. هذا هو الشكل العام والاسلوب العام لعمل الكرنت سويتش. خلينا نحللها رياضيا. طبعا الترانزستورين كلاهما يعملون بالفورورد اكتف ريجن، يعني ما عندي هنا ترانزستور يعمل بالساتوريشن، وهو هاي ميزه بالحقيقه، لانه الترانزستور اذا دخل بالساتوريشن راح يصير عندنا شيء من البطء، لانه بالساتوريشن اي تغير بفولتيه الادخال قد ما يقابل تغير بفولتيه الاخراج، عكس هنا بالاي سي ال لانه يشتغل بالفورورد، اي تغير بالفي ان يؤدي، اي تغير بسيط بالفي ان يؤدي الى تغير سريع بالفي اوت، وبالتالي الاي سي ال اسرع في عمليه التشينج ستيت، وهي ميزه تحسب الى الاي سي ال. الكولكتر كارنت بالتو ترانزستور اقدر احسبهم، هسه عرفنا احنا الاي سي 1 اي سي 2 هي الكولكتر كارنت، حسابهم كلش بسيط، هذه المعادله مالته اي اس اللي هو ساتوريشن كارنت اكسبونشال في بي اي 1 على في ثريشولد، والاي سي 2 بالضبط نفس المعادله. الفي بي اي هنا مهمه اللي هي الفولتيه بين البيس والاميتر تكون 4 في ثريشولد، عاده الفي ثريشولد احنا لاغلب الترانزستورات ناخذها يعني 0.025 يعني 25 ملي فولت. طبعا اذا كان الترانزستورات ايدنتيكال فالساتوريشن كارنت هذا الاي اس اللي هو الساتوريشن كارنت راح يكونوا متشابهين للترانزستور الاول والترانزستور الثاني، الاي اس يساوي الاي اس، ولذلك ما قلنا اي اس 1 واي اس 2، ليش؟ لان هم متشابهين على اعتبار التو ترانزستور هم ايدنتيكال. اذا اخذت الريشيو يعني قسمت اي سي 2 على اي سي 1، قسمت اي سي 2 على اي سي 1 اخذ الريشيو، بس واحد يقول ليش تاخذ الريشيو؟ الريشيو تفيدني باشياء كثيره، منها اقدر اختزل بارامترات معينه ما عندي شغل ما اقدر اختزلها، يعني هسه الاي اس هنا اقدر اختزله، وهنا الاكسبونينشال اقدر اطرحهم، اقدر اقول اكسبونينشال الى الفي بي اي 2، يعني اكسبونينشال على اكسبونينشال هو اكسبونينشال في اكسبونينشال بعد ان تاخذ الاشاره سالبه، فبالتالي تقدر تجمعهم تدمجهم سويا فيصير عندك اكسبونينشال واحد في بي اي 2 ماينس في بي اي 1 على في ثريشولد. الفي بي اي 2 ناقص في بي اي 1 يسمى دلتا، يسمى دلتا، او بالحقيقه الدلتا هي في بي اي 1 ناقص في بي اي 2، ولذلك في بي اي 2 ناقص في بي 1 هو ماينس دلتا في بي اي. اذا الاي سي 2 على الاي سي 1 هو اكسبونينشال لماينس دلتا في بي اي على الفي ثريشولد. عاده الفروقات نخليها احنا بين الفي بي اي 2 مال الترانزستور الثاني، نخلي الفي بي اي مال الترانزستور الثاني تزيد عن الترانزستور الاول بمقدار 300 ملي فولت، 300 ملي فولت يعني 0.3 فولت. اوكي؟ بعباره اخرى الدلتا في بي اللي هي في بي اي 1 ناقص في بي اي 2 تساوي ناقص 0.3 فولت. اذا جاي اخلي الفي بي اي اكبر، في بي اي 2 اكبر من في بي اي 1 ب 0.3 فولت، ومثل ما قلنا الفي ثريشولد هي 0.025. اكو هنا شويه حسابات يقدر واحد يحسبها لفروضات معينه، ما تهمني انا، ممكن واحد يتدرب بها. انا اللي يهمني ان اصل الى حقيقه معينه اللي هي بالحقيقه اللي يهمني الريشيو مال اي سي 2 على اي سي 1، ويهمني الفرق ما بين اي سي 1 ناقص اي سي 2. طبعا لا ننسى من معلومات سابقه يفترض دارسينها ان الاي سي هو الفا اف بالاي اي، يعني العلاقه ما بين تيار الكولكتر وتيار الاميتر هو هذا الالفا اف، هذا اللي هو نوع من انواع كسب التيار. اوكي؟ يعني اذا اضرب كسب التيار الفا اف في تيار الاميتر يطلع عندي تيار الكولكتر. مثل ما ذكرت انا اللي يهمني هذا،
هذا الاي سي 1 ناقص اي سي 2 اللي هو بالحقيقه الكولكتر كرنت ديفرنس، اوكي، بدلاله الفي بي اي، بدلاله البي اس ايميتر فولتجز. اي سي 1 ناقص اي سي 2 هو الفا اف اي دبل اي. ليش هاي واضحه؟ زين هذه واضحه من هنا، لان الاي سي 1 زاد اي سي 2 هي الفا اف اي دبل اي، اوكي. بالتالي اذا اطرحهم فبالحقيقه هما الالفا اي دبل اي تان هايبربولا، تان هايبربولا، اوكي، في بي اي 1 ناقص في بي 2 على 2 في ثريشولد. هاي المعادله تفيدنا في حساب الديفرنس. A small voltage change is required to switch the current from one collector to another. وهي نقطة جدا مهمة، يعني أي تغير بسيط صغير بالفولتية، أوكي، نحتاجه حتى نغير التيار، حالة التيار من كولكتر إلى كولكتر. وهو هذا التغير البسيط بالفولتية هو بشكل مباشر يساهم في إعطاء سرعة عالية للإي سي ال، ذكرتها قبل قليل وهسه اكرر ان هذا التغير البسيط بالفولتيه هو اللي جاي يساهم بان يخلي الاي سي ال اسرع من التي تي ال. اذا هسه اذا واحد سالني يقول لي ايهما اسرع الاي سي ال ام التي تي ال، من حيث السرعه الاي سي ال اسرع. شنو السبب؟ السبب هندسيا عرفناه. ليش؟ عرفناه ليش؟ اي تغير بفولتيه الادخال مباشره تتغير عندك تيارات الكولكتر، الامر اللي ينضي عمليه انتقال وتشينج ستيت تكون سريعه جدا. يقدر واحد يتدرب على هاي الحسابات والمعادلات من خلال هذا الاكسرسايز. راح ندرس الكرنت سويتش بحالتين، حاله الفي ان اكبر من في ريفرنس، وحاله ثانيه الفي ان اصغر من في ريفرنس. بالبدايه حاله الاكبر، في ان اكبر من في ريفرنس، بمقدار مثل ما ذكرنا ممكن يكون المقدار في حدود ال 300 ملي فولت، يعني في ان يساوي في ريفرنس زائد 0.3، يعني الفي ان اصبحت اكبر من في ريفرنس بمقدار 300 ملي فولت او 0.3 فولت. الفي ريفرنس راح نشوف بعدين، احنا بشكل عام الفي ريفرنس راح ناخذه ناقص واحد، راح ناخذه ناقص واحد فولت، فناقص واحد زائد 0.3 راح يطلع عندي الفي ان 0.7، هذا الفي ان يساوي 0.7. اذا هسه بديت اوزع فولتياتي وتياراتي على الكرنت سويتش، في ريفرنس راح اختاره ناقص 1 فولت، على ضوء ذلك راح احسب الفي ان هي ناقص 0.7 فولت. هذا الشكل اللي يفيدني بعمليات الحساب والتحليل. تمام، بهاي الحاله راح يصير عندي، لان الفي ان اكبر من في ريفرنس، فكيو 2 راح يصير اوف، هذا المظلل باللون الوردي كيو 2 راح يصير اوف. اذا صار كيو 2 اوف فالاي سي 2 تيار الكولكتر المار الناتج قد يساوي صفر، بينما كيو 1 كوندكت راح يوصل، بس ما راح يوصل مثل ما اخذنا سابقا توصيله ممكن يدخله بالساتوريشن، هنا توصيله يدخله بالفورورد اكتف ريجن. فبما انه بالفورورد اكتف ريجن، اذا الفي بي اي مالته اللي هي في بي اي 1 تساوي 0.7، هاي هي الفي بي اي 1 ايش قد تساوي؟ 0.7. اذا عندي الفي ان اصبحت ناقص 0.7، في ريفرنس ناقص 1، الفي بي اي 1 مال هذا الترانزستور 0.7، هذا الترانزستور اوف، تيار الكولكتر مالته اكيد اي سي 2 راح يساوي صفر. خلينا نطبق قانون كيرشوف حتى ناخذ لوب، ناخذ لوب من الفي ان، هاي اللوب مالتنا، هاي اللوب مالتنا من الفي ان الى الفي بي اي الى الفي بي اي 2 الى الفي ريفرنس. هاي اللوب مالتنا من الفي ريفرنس الى الفي بي اي 2 الى الفي بي اي 1 الى الفي ان. هذه هي المعادلة، هاي هي قانون كيرشوف، حساب فولتية يعني طبيعي. عوض عن الـ VN باللي يساويها اللي هو V reference زائد 0.3، وعوض عن الـ VBE 1.7، وعوض عن الـ V reference باللي يساويها اللي هي ناقص 1، أو لا تعوض حتى لو ما تعوض، لأن هي راح تختصر بعدين هاي الـ V reference مع هاي الـ V reference. فشو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الـ VBE 2 يساوي 0.4 فولت. إذا طلعنا هاي الفولتية اللي هي الـ VBE 2 طلعت عندي 0.4 فولت. إذا لحد الآن أنا شوي شوي جاي أطلع بقيم هذه الدائرة. الديفرنس VBE 1 ناقص VBE 2 اتفقنا عليه قلنا هو 0.3 فولت، وفعلا تحقق لو ما تحقق، 0.7 ناقص 0.4 أكيد يساوي 0.3. إذا VBE 1 ناقص VBE 2 هو 0.3 فولت. كيو 2 اتفقنا انه هو كت اوف، طبعا هو ما يصير كت اوف 100%، نيرلي يقولون عليه كت اوف، بس احنا نعتبره كت اوف ونخلص من عنده. بعد عندي الاي اي 1، اي اي 1 راح يساوي الاي دبل اي، هذا الاي اي 1 تيار موجود بهذا الفرع، وهذا الاي اي 2، اي اي 2 راح يساوي صفر، لانه ما دام الاي سي 2 صفر
فالاي اي 2 الاي سي 2 هو الفا اف في اي اي 2، وحيث ان هذا صفر اذا معناها اي اي 2 صفر، اذا الاي اي 1 يساوي بالضبط اي دبل اي. اوكي، اذا اي اي 1 يساوي اي دبل اي لان الاي اي 2 يساوي صفر. الفي سي 1 خلينا نروح هسه لحساب الفولتيات، الفي سي 1 والفي سي 2 خلينا احسب الفي سي 1. الفي سي 1 هي ناقص اي سي 1 ار سي، لان الفولتيه على هاي النقطه هي بالضبط تساوي الفولتيه على اطراف هاي المقاومه. ليش؟ لان هاي الفولتيه هنا بالطرف هذا تساوي زيرو، مربوطه للجراوند، فهنا زيرو، اذا في سي 1 هي نفس الفولتيه على اطراف هاي المقاومه. الفولتيه على اطراف هاي المقاومه هو تيار المقاومه اي سي 1 في ار سي، تمام؟ بعكس الاتجاه، نعكس الاتجاه، فيصير عندي في سي 1 تساوي ناقص اي سي 1 ار سي. الاي سي 1 هو الفا اي اي 1، فيصير ناقص الفا اف اي اي 1 في الار سي، وحيث ان الاي اي 1 تساوي الاي دبل اي، اذا هو الفا اف اي دبل اي ار سي. هذا هو بالنسبه الى الفي سي 1. اما الفي سي 2 فراح تطلع تساوي صفر، لانه هي ناقص اي سي 2 بالار سي، والاي سي 2 صفر، فالفي سي 2 تطلع صفر. لا ننسى هاي العلاقه، هاي العلاقه مهمه، ان العلاقه زي الاي سي تيار كولكتر هو الفا اف بتيار الاميتر. طبعا هاي العلاقه خاصه اذا كان الترانستر يشتغل بالفورورد اكتف ريجن، وفعلا ان الترانسترات مالتنا كي 1 وكي 2 كلاهما يعمل بالاكتف ريجن. اذا افترضنا ان الالفا اف يساوي 1، كسب التيار يساوي 1، فهنا راح يبسط عندي الفي سي 1 راح تصير ناقص اي سي 1 ار سي، يعني ناقص اي دبل اي ار سي، والفي سي 2 هي صفر. اذا اخذنا الاي اي مثل ما موجود بالدائره، الاي اي فارضه هو 0.3 ملي امبير، اذا فارض هذا الكرنت سورس، هذا مصدر التيار، الاي اي 0.3 ملي امبير، والار سي ماخذها 2 كيلو، اذا ضربناهن فايش قد راح يطلع عندنا الفي سي 1 ناقص 0.6، بينما الفي سي 2 يطلع عندنا صفر. هذه هي الحسابات كامله لهذه الدائره اللي هي دائره الكرنت سويتش. ناخذ الحاله الثانيه اللي هو الكرنت سويتش لما الفي ان تكون اقل من في ريفرنس، مو مثل مساع الفي ان اكبر من في ريفرنس، يعني الفي ان تكون اقل بمقدار 0.3، مساع كانت اكبر بمقدار 0.3، هسه اقل من الفي ريفرنس بمقدار 0.3، فاذا ناقص 1 ناقص 1 ناقص 0.3 يطلع ناقص 1.3 فولت. اوكي، اذا الفي ان تطلع ناقص 1.3 فولت، الفي ريفرنس احنا فارضينها ناقص 1، هذه الامور مثبتينها مسبقا. ونفس التحليل راح اخذ يعني ايضا هنا الترانزستور هذا راح يصير اون، كيو 1 راح يصير اوف، واعيد نفس الكلام السابق والتحليل السابق، اطلع في سي 1 هالمره راح يصير صفر، والفي سي 2 هالمره تطلع ناقص 0.6 اذا كان الالفا اف يساوي 1. باختصار ممكن نستفيد من هذا الجدول، اذا كان الفي ريفرنس زائد 0.3 هي الحاله الاولى، هاي الحاله الاولى اللي هي الفي ان اكبر من في ريفرنس وتطلع ناقص 0.7، فالفي سي 1 يطلع ناقص 0.6 والفي سي 2 يطلع صفر. اذا اخذنا الحاله الثانيه اللي هو الفي ان اقل من في ريفرنس بمقدار 0.3، فراح يطلع عندنا الفي ان ناقص 1.3 والفي سي 1 يطلع صفر والفي سي 2 يطلع ناقص 0.6. هذا الجدول جاي يلخص الاشتقاقات او الحسابات السابقه كامله، وهذا مثال ممكن واحد يتدرب به على هذه الحسابات. اللي هنا انتهى الكرنت سويتش، خلينا نستخدمه داخل الاي سي ال جيت. هسه الان ندخل بتصميم الاي سي ال جيت وشو راح نستخدم بها الكرنت سويتش. اذا اريد ارسم شكل كومبليت اي سي ال انفرتر، هذا كومبليت اي سي ال انفرتر. اذا شو مكوناته؟ مكوناته هاي، هذا بالنص اللي قلنا عليه سابقا انه هو القلب للاي سي ال، فعلا هو القلب للاي سي ال قاعد بالنص، هذا هو الكرنت سويتش. وانضافت هنا عندي ترانزستورين، ترانزستور كيو 3 وترانزستور كيو 4. اذا فقط اضيف كيو 3 وكيو 4 هاف بين ادد. اوكي، فقط هذول انضافوا مع المقاومات الموجوده عندهم. شنو وظيفه هذين الترانزستورين الكيو 3 والكيو 4؟ عندهم وظيفتين، هذول الترانزستورين عندهم وظيفتين. الوظيفه الاولى ذيس ترانزستور اكت از ا ليفل شيفتر، ا ليفل شيفتر يعني تشفيت الليفل. شنو يعني ليفل شيفتر؟ هنا مشروحه بهذا المكان اعتقد بتفصيل اكثر، مو مشكله نذكرها ببساطه. انا اللي اريد من الليفل شيفتر انه الترانزستور هذا يشفت لي الليفل مال هذا
عندي هذا الليفل VC1 هذا كون يعبر لي يطلع على الـ Vout1 هذا الترانستر Q3 ياخذ لي الـ VC1 يشفت لي اياها بفولتية يعني نزل لي اياها بمقدار VBE1 VBE1 اقصد يعني بمقدار 1 VBE تنزل الفولتية الموجودة هنا وتصير هنا يعني بعبارة اخرى ان الـ Vout1 تكون هي نفس الـ VC1 لكن منقوص منها الـ VB الموجودة هنا هذا وظيفة Q3 ونفس الطريقة وظيفة Q4 ينزل لي الـ VC2 يوصلها إلى VO2 بمقدار ينزلها بمقدار VBE هذا يسمونه Level Shifting يعني تشفيت Level مات الـ VC إلى Level آخر موجود بالـ Vout1 أوكي مرات يسمونه Emitter Follower هاي الترانسسترات يسمونها Level Shifter ترانسستر أو يسمونها Emitter Follower اوكي اذا الوظيفه الاولى هو ليفل شيفتنج والوظيفه الثانيه او الفائده الثانيه للترانسسترات يقولون هذه الاميتر فلاور جيف ذا سيركت هاي فان اوت هاي تنطيني هاي فان اوت يعني هذه الدائره اقدر اربط عليها احمال متعدده الانبوت اكثر هذا تعريف الفان اوت واحنا ماخذين تعريف الفان اوت اذا شنو الفائده من هذين الترانسسترين كيو 3 كيو 4 اولا هن ليفل شيفتر وثانيا هن يعطن فان اوت عالي لهذا الانفرتر لهذا الاي سي ال انفرتر ايضا راح ادرس الاي سي ال جيت بحالتين حاله الفي ان يساوي في اتش هاي الحاله الاولى اذا كان الفي ان يساوي في اتش تو اندرستاند هاو ذا ليفل شيفتنج اوبريشن واكيد عرفنا شنو معنى ليفل شيفتنج اوبريشن يعني عمليه تشفيت اللي يقوم بها هذا الترانسستر خلينا نفهمها بتفصيل اكثر شلون يشفت هذه الفولتيه في سي 1 يحولها الى في اوت 1 يعني شلون يشفتها وش يسويها ومن شلون ينقصها هاي العمليه يسمونها ليفل شيفتنج اوبريشن خلينا نفهمها يقول شلون تحصل عمليه الليفل شيفتنج اوبريشن بالاي سي ال كونسيدر ذا كيس فور في ان يساوي في اتش راح افترض ان الفي ان يساوي في اتش ويساوي ناقص 0.7 وين هي الفي ان الـ VN High هي الفولتية اللي تدخل على هذا الطرف هذا الطرف يسميه A هاي ننتبه لها الرموز اللي راح نحتاجها بعدين VN يساوي 0.7 يدخل على هذا الطرف A تمام فيطلع عندي الـ Vout A bar يطلع عندي الـ Vout A bar يعني إذا هنا أدخل A هنا المفروض يطلع عندي النفي ماله مو قلنا هو انفرتر لازم أنا أدخل له A يطلع لي A bar وهنا يطلع لي A نفسها يعني هنا اذا دخل اي تطلع الاي هنا على الفي اوت 2 هي نفس الاي دخلتها هنا وعلى الفي اوت 1 تطلع الاي بار شنو معنى هذا معنى هذا هذا انفرتر يشتغل اريد استخدمه اريد استفيد من اللوجيك او من الكوبلمنت مات اللوجيك يقولون عليه ترو اند الكوبلمنت هذا نفترض ترو هذا الكوبلمنت مالته المهم هاي راح تبين عندنا بعدين افترض ان الفي يساوي في اتش ويساوي ناقص 0.7 مثل ما مبين بهذا الشكل راح اطلع الفي اوت 1 هسه اريد اطلع الفي اوت 1 اخذ لوب كرشوف كرشوف هذا لوب من في سي من في سي 1 خل اغير اللون هذا حتى يتبين اوضح خل اغير اللون من هنا راح اخذ لوب من الفي سي اي الى الفي بي اي الى الفي اوت ايش راح يصير اذا الفي اوت 1 هي الفي سي 1 مطروح من عند الفي بي اي 3 شيفتنج لو مو شيفتنج اذا الفي اوت شنو علاقته بالفي سي 1 الـ Vout هو عبارة عن الـ VC1 منقوص من عنده VBE وحدة إذا تشفت الـ Level مات الـ VC1 تشفت إلى نزل بمقدار VBE حتى يطلع القيمة الجديدة عند الطرف Vout1 ونفس الكلام Vout2 هي VC2 ناقص VBE4 هذا هو الـ VBE4 تمام إذا Shifting هذا معنى الـ Level Shifting In which each output is now 1 base emitter voltage يعني 1 VBE drop نزول بمقدار 1 VBE below the corresponding collector level اللي هو VC اذا VC1 ناقص VB وحده راح ينطيني ال Vout المطلوب تمام اذا Vout راح يساوي انها تبدي عمليه تعويضات ال Vout قلنا هو ال VC1 ال VC1 شو يساوي ال VC1 هو ال IC1 زائد IB3 في ال RC اذا نجي لل VC إذا نجي للفي سي هذا منين؟ شلون نحسب هاي الفولتية هنا الموجودة؟ اتفقنا أن الفولتية الموجودة هنا هي بالضبط نفس الفولتية الموجودة على الآر سي. الفولتية الموجودة على الآر سي، زين الفولتية على الآر سي شو تساوي؟ تيار المار بالآر سي في الآر سي. إيش قد التيار المار هنا؟ هو مجموع تيارين.
هذا التيار الطالع منه اللي هو اي بي 3 والتيار الطالع منه هو اي سي 1. اذا اي بي 3 زائد اي سي 1 يعطيني التيار اللي موجود هنا، هذا التيار موجود هنا ضربه في الار سي، اوكي راح يطلع عندك الفولتيه طبعا بعكس الاتجاه على اعتبار التيار طالع مو داخل، والفي بي اي 3 تنزل، ونفس الكلام ينطبق على الفي اوت 2، ما ينطبق على الفي اوت 1 بعد ما اشرح الفي اوت 2. تمام. البيس كرنت اللي هو الاي بي 3 عندي قانون، عندي قانون من خلال خبرتنا بالبايبولر جنكشن ترانزستور، ان هذا التيار تيار البيس، خليني امسح هاي حتى تبين، هذا التيار اللي هو تيار البيس اللي هو الاي بي 3 شنو علاقته بتيار الاميتر اللي هو اي 3؟ اكو علاقه بين هذا التيار تيار البيس للترانزستور مع تيار الاي 3 تيار الاميتر لنفس الترانزستور، شنو العلاقه؟ علاقه الكرنت جين، علاقه الكرنت جين اي بي 3 هو الاي 3 على البيتا اف زائد 1، بيتا اف 100 البيتا اف هي الكرنت جين، ونفس الكلام بالنسبه للاي بي 4. من تشتغل بالاي سي تكنولوجي بالديجيتال اي سي تكنولوجي البيتا اف هذا الكرنت جين ياخذونه اكبر او يساوي 20. معناها شنو؟ معناها الاي بي في الار سي از ديزاين تو بي ماتش less than VBE. فإذا تقدر تختصر هذا الطرف، يعني هذا الحد تقدر ما دام الـ IB في الـ RC يطلع تيار صغيرون، عفوا يطلع فولتية قليلة جدا صغيرة أقل بكثير من VBE، إذا تقدر تهمله. فشو يبقى عندك؟ يبقى عندك الـ IC1 في الـ RC ويبقى عندك الـ VBE3. إذا VOUT1 راح يساوي ناقص IC1 RC ناقص VBE3. الناقص اي سي بالار سي اللي هو الفي سي هي 0.6 والفي بي اي 3.7 فيطلع الفي اوت 1 ناقص 1.3، ونفس الكلام طبقه على الفي اوت 2 تطلع ناقص 0.7. اذا شنو طلعت؟ طلعت الفي اوت يمثل لوجيك وكانه الفي اوت 2 هو كومبلمنت اللوجيك، لانه الفي اوت 2 هي الاي والفي اوت 1 هي الاي بار، اذا هذا عكس هذا. معناها اذا كان هذا لوجيك 1 هذا اللوجيك 0 مالته، او هذا اللوجيك 0 وهذا اللوجيك 1. لارج بيتا اف احنا دائما نبحث عن لارج بيتا اف يعني اكبر او يساوي 20، اوكي ليش؟ حتى نقدر نهمل هذا الحد ويسهل علينا حسابات ونربط ما بين الفي سي والفي بي اي مع الفي اوت. The addition Q3 Q4 does not change the voltage at VC1 or VC2. اذا ال VC1 وال VC2 مع انه تحركوا وصاروا انتقلوا هنا بمقدار مطروح من عنده VBE، لكن هم بنفسهم تغيروا او ما تغيروا؟ ما تغيروا. اذا هذا ترانسفير Q3 و Q4 ما يغيرون من ال VC1 وال VC2، فقط ياخذون القيمه ينقصون منها VBE وينزلونها على ال VOUT. هاي هي الشيء الاساسي. زين اذا بدي احسب التيارات اللي هو ال IE3 وال IE4، الاي اي 3 وين الاي اي 3؟ هذا الاي اي 3 والاي اي 4. شلون ينحسب هذا التيار؟ ينحسب التيار او هذا هو بالحقيقه، هذا راح احسبه ناقص 1.4 ناقص 1.3 ناقص 1.3. تمام. اذا بدي احسب الاي اي 3 شلون احسبها؟ هذا هو الاي اي 3 تيار الاميتر او الاي 3 هو الفولتيه هنا مات الفي اوت ناقص فولتية المصدر على قيمة المقاومة. الفولتية هنا ناقص 1.3 والفولتية على الطرف الثاني هي هاي الناقص 5.2، إذا يصير ناقص 1.3 ناقص ناقص 5.2 تقسيم 42 كيلو اوم، راح يطلع عندي التيار هذا اللي هو الاي اي 3. ونفس الكلام راح اطلع الاي اي 4 اللي هي الفولتية هنا اللي هي ناقص 0.7 ناقص ناقص 5.2 على 42 كيلو اوم، راح يطلع عندي هذا تيار اي اي 4. طلعت الاي اي 3 وطلعت الاي اي 4. يقول both Q3 and Q4 are forward active region، يعني ما نحكي بعد نقول انه يشتغل بالساتوريشن ما يشتغل بالساتوريشن. ال Q3 Q4 كلاهما بالاكتف ريجن، بما انه كلاهما بالاكتف ريجن اذا VBE3 وVBE4 نفس القيمه 0.7، هاي القيم هي اللي استخدمت. هاي الحاله الاولى لما ال VN تساوي VH. راح ادرس الاي سي ال جيت لما الفي ان تساوي فيلو. هاي الحاله الثانيه اي سي ال جيت وذ في ان تساوي فيلو. اذا كان الفي ان يساوي فيلو ويساوي ناقص 1.3، احنا عندنا الفيلو هي ناقص 1.3 والفي هاي هي ناقص 0.7، هذا متفق عليه. The output change state
راح يغير لي الفي اوت 1 الى في اوت 1 راح يصير ناقص 0.7 والفي اوت 2 ناقص 1.3. شنو الفرق بالحاله السابقه؟ بالحاله السابقه الفي اوت 1 ناقص 1.3 والفي اوت 2 ناقص 0.7. بهاي الحاله راح يعكسهم تشينج ستيت، يصير في اوت 1 ناقص 0.7 والفي اوت 2 ناقص 1.3. اذا سوى تشينج ستيت لما الفي ان تساوي في لو، يعني اذا هذا طلع عندي الترو هذا يطلع عندي الكوبلمنت ترو، لان دائما لازم واحد يطلع عكس الثاني. الانبوت كرنت، اذا بدي احسب الانبوت كرنت للاي سي ال جيت بالان موس والسي موس لوجيك سيركت، الانبوتس عاده يدخل المن الى الجيت مالت الموسفيت، الى الجيت مالت الموسفيت، ولذلك احنا دائما ايش نعتبره؟ نعتبره زيرو، لانه الجيت مالت الموسفيت هي بالحقيقه هاي امبيدنس، يعني الممانعه مالتها نظريا لا ما لا نهايه، واذا الممانعه مالتها ما لا نهايه فكانها دائره مفتوحه، واذا دائره مفتوحه فالتيار بها زيرو. بينما هنا بالبايبولر لا، التيار راح يكون نون زيرو، ما راح تكون قيمته صفر وانما يكون له قيمه فلازم نحسبه. شو يساوي هذا التيار الداخل اللي هو الاي ان؟ خلينا نشوف هذا الاي ان شو يساوي. الاي ان هو التيار الداخل المن، هذا هذا راح احسبه، هذا الاي ان، هذا هو الاي ان، تيار الداخل للبيس للترانزستور الاول، مو الفولتيه هنا هاي الاي هي فولتيه الادخال، فهذا التيار هو تيار الادخال. واحد يقول ليش اعتبرت ان الاي ان هو تيار الادخال للترانزستور كيو 1؟ ليش مو الكيو 2؟ لا، مو انا الانبوت مالتي الانبوت سيجنال هي على الترانزستور كيو 1، فبما انه الادخال الفولتيه هنا معناها التيار اللي اريد احسبه تيار الادخال هو الاي ان على هذا الترانزستور، تمام؟ فالاي ان هو يساوي الاي بي 1 تيار البيس للترانزستور، لان هو الاي ان هو تاخذ على البيس، فراح يساوي العلاقة، اتفقنا ان العلاقة بين تيار البيس وتيار الامتر لأي ترانزستور هي البيتا اف زائد 1، هاي مفهومة. فإذا اي بي 1 هو اي اي 1 على بيتا اف زائد 1، اي اي 1 حسبناه فوق 0.3، حسبناه في بالحسابات السابقة 0.3 الاي اي 1 في مكان سابق، ايش قد طلع الاي اي 1؟ الاي اي 1 طلع 0.3. على العموم ضيعنا مكان، المهم حسبناه 0.3 والبيتا اف، البيتا قلنا راح ناخذها 20، فاذا بيتا اف زائد 1 21، اذا 0.3 ملي امبير على 21 راح يطلع عندي تيار الادخال 14 تقريبا مايكرو امبير. هذا بالنسبه الى الكيو 1، اوكي؟ اذا كان الكيو 1 كوندكت، اذا كان الكيو 1 موصل طبعا اكيد، اذا كان الكيو 1 كوندكت يعني الفي ان مالته ناقص 0.7. اما اذا كان الكيو 1 اوف، في حاله اوف طبعا الاي ان ايش قد تصير؟ الاي ان راح تكون صفر. يمتى يكون اوف؟ اذا في ان ناقص 1.3. هذا هو باختصار طريقه حساب الانبوت كرنت. اذا اذا نريد نسوي سمري ممكن نحصله من التيبل 9.2، هذا التيبل 9.2 ينطيني سمري هذه الحاله. اذا حاله الفي ان مره الفي ان هي في رفرنس زائد 0.3 وجمعناها طلعت ناقص 0.7، فالفي اوت يطلع ناقص 1.3، في اوت ناقص 0.7، والاي ان يطلع 14.3 مايكرو امبير. الحاله الثانيه اذا كانت في ان اقل من الفي ريفرنس، يعني في ريفرنس ناقص 0.3 يعني هو ناقص 1.3، فالفي اوت 1 يطلع ناقص 0.7 والفي اوت 2 يطلع ناقص 0.3، يعني اختلفن. زين راح يتعاكسن مره هاي القيمه بهاي القيمه ومره بالعكس تماما بالنسبه للفي اوت 2، والتيار اي ان يطلع صفر. ليش؟ لان بهاي الحاله الكيو 1 راح يكون اوف، الكيو 1 اذا كان اوف تيار ايش قد راح يكون؟ تيار الداخل اله راح يكون زيرو. هذا مسوي عمليه يعني سمري لهذه الحسابات. طبعا الفي ريفرنس واحد يقول احنا شلون اخذناها ناقص 1؟ احنا اخذناها ناقص 1 فولت اختاريناها، بس اختيارنا مو عشوائي الها، وانما هي بالحقيقه الفي ريفرنس يقولون هي سنترد ميدوي بتوين ذا تو لوجيك ليفلز. انا مو عندي اللوجيك ليفل الاول هو الفي هاي واللوجيك ليفل الثاني هو الفي لو، يقول اخذها قيمه بينهما. فشو تسوي؟ انت لازم تجمع الفي هاي زائد في لو تقسم على 2 حتى تطلع القيمه الميدوي، القيمه الوسطيه. فاذا الفي هاي احنا معتبرينه ناقص 0.7 والفي لو ناقص 1.3، فاجمع ناقص 0.7 ناقص 0.3 على 2 يطلع ناقص 1 فولت. اذا عرفت انه الفي ريفرنس هي ناقص 1 فولت. خاف واحد يسال ليش احنا اخذنا الفي ريفرنس ناقص 1 فولت، هذه الشغله الاولى. الشغله الثانيه ظهر عندي متغير جديد هنا اللي هو الدلتا في،
الدلتا بي هو في اتش ماينس في لو، الفولتيه مات الهاي لوجيك ناقص الفولتيه مات اللو لوجيك. هاي شو يسموها الدلتا بي؟ يسموها الفولتج سوينج، هذه اللوجيك سوينج سوينج او الفولتج سوينج، تمام؟ لانه اللوجيك سيجنال سوينج سيمتريكالي اباف اند بيلو في ريفرنس، لانه اللوجيك ليفل بشكل متناظر اعلى واقل. شلون شفنا مساع الجدول؟ اعلى واقل، يعني مره اعلى بمقدار 0.3 ومره اقل بمقدار 0.3، اذا زياده او نقصان متناظره نفس القيمه، 0.3 زياده 0.3 نقصان. فنتيجه لذلك باي 1/2 ذا لوجيك سوينج اللي هو 0.3، لانه الفولتج سوينج هو 0.6 نصه 0.3، فاذا ولذلك احنا اخذنا هنا زياده ب 0.3 والنقصان ب 0.3. ليش؟ بزياده مقدارها نصف الفولتج سوينج وهنا اقل من نصف الفولتج سوينج. ايش قد الفولتج سوينج؟ 0.6، النصف هو 0.3. اذا هذا اللوجيك سوينج اللي هو الدلتا في از جاست ايكوال تو ذا فولتج دروب ديفلوبد اكروس ذا لود ريزيستر. اذا تريد تعتبر ان الفولتج سوينج الدلتا في تريد تعتبرها هي الفي اتش ماينس في لو، صح. تريد تعتبرها هي الفولتيه على اطراف الار سي، على المقاومه ار سي، صح. اوكي، اذا الدلتا في هي بالضبط اللود الفولتج دروب ديفلوب على اطراف الريزستر اللود ريزستر اللي هي ار سي، ولذلك قيمتها ممكن تحسبها من في اتش ماينس في لو، وممكن تحسبها من هاي القيمه اللي هي الاي دبل اي في الار سي. ار سي في التيار المار بها، التيار المار بها هو الاي دبل اي، قلنا ليش اي دبل اي وشرحناها اعلاها. اذا هاي دلتا الفي، اذا الفولتج اللوجيك سوينج اللي هي الدلتا في تحسب من هاي القيمه او تحسب من هذه القيمه. If the input at Vn is now defined as the logic variable A فالاوتبوت ايش راح يطلع؟ A بار، وهذا شرحناه سابقا. اوكي؟ وعلى الفي اوت 2 راح يطلع A، فاذا انا اقدر اخذ الـ A والكوبلمنت مالتها من في اوت 1 وفي اوت 2، اخذ الـ A من في اوت 1 من في اوت 2 اخذ الكوبلمنت A اخذها من في اوت 1، يعني بوابه واحده جايه تنطيني لوجيكين، جايه تعطيني يقولون عليه يقولون ينطيني الترو. اكو هيك عباره تستخدم دائما بالمصدر، يقول ترو اند كوبلمنت. ترو اند كوبلمنت معناها طرف ترو وطرف الكوبلمنت مالته، يعني النفي مالته، يعني اذا هذا الطرف ترو A فالكوبلمنت راح يطلع A بار. Having both true and complement يعني A و A بار outputs available can often reduce the total number of logic gates required to implement a given logic function. ليش هاي العبارة لونتها باللون الأخضر؟ لأنها عبارة مميزة، وهذا وحدة من محاسن الـ ECL. شنو ميزتها؟ أنت بعض الأحيان تحتاج إلى A بار، تاخذها من الانفرتر، من الاي سي ال انفرتر تحتاج اي بار. اوكي، زين اذا احتاجيت اي او العكس، احتاجيت مثلا اي جبتها من الاي سي ال انفرتر، زين اذا احتاجيت اي بار تحتاج الى بوابه اخرى حتى تولد لك اي بار، او عندك اي بار زين وتحتاج اي فتحتاج الى بوابه اخرى تسوي لك نفي للاي بار حتى تطلع لك اي. اذا احتاجيت الى لوجيك جيتس اضافيه، الاي سي ال يقول لك لا انا ما يحتاج تجيب لوجيك جيت اضافيه، انا راسا انطيك اي واي بار. اذا نفس البوابه نفس الخليه اي سي ال لوجيك جيت هي جايه تعطيك الاي وتعطيك الاي بار، اذا ما تحتاج للاي الاي سي ال جيت وللاي بار تروح تجيب بوابه اخرى نفي وتكثر عدد البوابات. ولذلك يقول هاي التقنيه جاي تقلل ريديوس ذا توتال نمبر اوف لوجيك جيتس اللي تحتاجها لتنفيذ لوجيك معين. اذا اينما تحتاج اي بار تاخذ من الاي سي ال جيت، اينما تحتاج اي تاخذ من نفس الاي سي ال جيت، ما تروح تجيب جيت جديده، وهذا راح يختزل لك اعداد بالمئات بالالاف من اللوجيك جيتس اللي تحتاجها لمعكوس لنفي معكوس، يعني لكوبلمنت لكوبلمنت لترو معينه او لانبوت معين. زين الترانزستور، ايضا ملاحظه ثانيه ان الترانزستور ريمين دائما ان ذا فورورد اكتف ريجن اول تايمز، دائما. اذا هذا الترانزستورين بعد ما فكر يدخلون مره بالاكتف ريجن ومره بالساتوريشن ما دائما بالاكتف ريجن، دائما بالاكتف ريجن، مره اون مره اوف، هذه هي الحاله المتداوله. ذا ترانزستور افويد ذا ساتوريشن ريجن، وهذا ايضا ميزه. واحد يقول هاي ميزه للاي سي ال، نعم ميزه للاي سي ال. اذا تجنبنا الساتوريشن ريجن معناها
قللنا وجه لان الساتوريشن ريجن يسوي سلو داون يبطئ ذا سويتشنج سبيد اوف ذا بايبولار ترانزستور. على اعتبار ان الترانزستور ما يدخل بالساتوريشن اي تغير بالفي ان ما يقابل تغير بالفي اوت، او يحتاج لك الى تغيرات كبيره بالفي ان يلا تحصل على تغير طفيف بالفي اوت على اعتبار هو جاي يشتغل بالساتوريشن ريجن. لا، هاي المنطقه ما موجوده نهائيا، فبالتالي اي تغير ولو بسيط ولو سمول بالفي ان يعطيك الى تغير بالفي اوت على اعتبار انه ما قاعد يشتغلن بالساتوريشن وانما يشتغلن بالفورورد اكتف ريجن، وهذا اللي ينطي الاي سي ال يعني ينطيها الهاي سبيد، هذا اللي يخلي الاي سي ال لها هاي سبيد. اوكي، كذلك الدلتا في ريديوسز ذا دايناميك باور. هاي الدلتا في لانها صغيره اللي هو سميناها اللوجيك سوينج، ايضا تقلل الدايناميك باور. اذا ميزه اخرى، اذا ميزه اخرى انه دلتا في، حيث ان الدلتا في قليله راح تقلل الدايناميك باور اللي نستفيد منها احنا في عمليات الـ يعني الشحن والتفريغ للود كاباسيتنسز. اذا ميزات كثيره للاي سي ال على مستوى الدايناميك باور، زين على مستوى عدد البوابات اقل لان توفر لي الثرو والكوبلمنت مالته، على مستوى ما يشتغل بالساتوريشن فبالتالي راح يزيد سرعه عمل البوابه مقارنه بال يعني مقارنه بالبوابات الاخرى الى اخره. بس المشكله شويه ان شغله الباور ديسبيشن بها عالي لان عندها اي سي 1 واي سي 2 كلاهما عندهم قيم، ولو احنا نعتبره تقريبا صفر بس هو مو صفر بالحقيقه، فيزيد من الباور ديسبيشن. هاي المشكله الاساسيه اللي عالجتها السيموس، لان السيموس الباور ديسبيشن بها اقل. Another benefit of ECL is the nearly constant power supply current. The power supply current أيضا ثابت by the current source، ما يتغير كما وضحناه بالشكل السابق. زين هذا شنو ميزته؟ ميزته this constant supply current reduces noise. بما أن supply current ثابت من قبل مصدر التيار، فهذا راح يقلل النويز لما يصير عندك power distribution، توزيع القدرة، توزيع الباورات على السيركت ككل. إذا هذه مجموعة من البنفيتس يقدر واحد يلخصها ويطلع أهم مزايا الـ ECL gate. بعد هذا بالنسبة إلى الـ ECL بشكلها العام، بشكلها الأساسي. شنو حاليا المشكلة اللي نواجهها؟ المشكلة اللي نواجهها أنه اكو current source الـ ECL gate، بسبب وجود الـ current switch اكو current source. طبعا هذا الـ current source اللي هو الـ IEEE بالحقيقة عملية بناء داخل انتجريتد سيركت عملية صعبة وبالتالي تكون مكلفة. فليش ما اخلص من هذا الكرنت سورس اللي هو الاي دبل اي؟ اذا اريد اخلص منه بمن استبدله؟ استبدله بريزستر بالضبط نفس هذا الشكل. شلون هذا الشكل؟ كان هنا أنا موجود عندي كرنت سورس ينطيني اي دبل اي، هسه الان راح اشيل الكرنت سورس واستبدله بريزستر، راح يصير عندي اسهل، واعتمد على التيار اللي يتحرك بهاي الريزستر. التيار يتحرك بهاي الريزستر اللي هو شلون اطلع التيار اللي يتحرك هنا؟ هي فولتية هاي ناقص الفي اي اي، هاي الفولتية الموجودة هنا تقسيم ار دبل اي، يطلع عندي التيار الموجود هنا اللي هو يعتبر كانه هو مصدر التيار اللي جاي يغذي الاي اي 1 والاي اي 2 ومنه يطلع بقية التيارات. اذا لازم اخلص من هذا. فيقول شلون نسوي امبلمنتيشن، شلون نسوي عملية بناء وتنفيذ للسورس اي دبل اي؟ نحطه مكانه ريزستر. زين خلينا نشوف الحاله. اذا كانت في ان ناقص 1.3 فولت، هسه هاي الفي ان ناقص 1.3 فولت، يعني جاي نشتغل هسه باللوجيك 0. ذا فولتج ات ذا ايميترز اوف كيو 1 اند كيو 2 از ذا سيم از ذات ان فيجر 9.5، نفس الفولتيات اللي حسبناها سابقا. ايش قد قيمتها كانت تطلع؟ تطلع ناقص 1.7. اذا الفولتيه هنا بالضبط راح تطلع عندي ناقص 1.7. شو اسوي بهاي الفولتيه؟ بدي احسبها حتى اذا حسبت هاي وعندي هنا الفولتيه، هذا فولتيه الفي اي اي هو 5.2 او الناقص في اي اي هي ناقص 5.2، اقدر اطلع التيار المساب هنا. تمام، اذا ار اي اي مقاومه الاميتر هي ناقص 0.7 ناقص ناقص 5.2 على التيار، تيار من؟ التيار المار هنا اللي اريده. ايش قد انا اريد التيار؟ اريد التيار يساوي التيار مال كرنت سورس. ايش قد كان التيار مال كرنت سورس؟ 300 ملي امبير او 0.3 امبير، زين 0.3 عفوا 0.3 ملي امبير. تمام، اذا طرحت الفولتيه تقسيم 0.3 ملي امبير طلعت عندي قيمه المقاومه، هاي منو؟ الار اي اي. اذا الار اي اي طلعت 11.7. شنو معنى هذا الكلام؟ معناها انا اذا خليت الار اي اي 11.7 مع هاي الفولتيه
ومع هاي الفولتية راح ينساب عندي هنا تيار بمقدار التيار اللي كان يولده الكارنت سورس اللي هو 0.3 ملي امبير. هذا اجمالا، اكو بروبلم بسيطه بس اجمالا هذا الكلام طبعا صحيح. وين المشكله اللي ممكن تظهر عندي هنا؟ يقول لما استخدم المقاومه REE is normally accompanied by a slight modification in the value of RC. يقول راح يعني يكلفنا او يكون مصحوب بانه لازم اسوي فد سلايت موديفيكيشن، فالتغير او تحوير بسيط بفولتيه بمقاومه الار سي. هاي المقاومه الار سي مالت الكيو 1 كون تتغير شويه، يصير بها موديفيكيشن. اوكي، كون يصير بها موديفيكيشن، تمام. ليش اسوي بها موديفيكيشن؟ هسه نقول نرجع للشكل 98 بي. هذا الشكل 98 بي، هذا الشكل تغيرت القيمه الى من 2 كيلو الى اقل بقليل، 1.85 كيلو اوم تغيرت هاي القيمه. شلون حسبنا هاي القيمه الجديده؟ شلون عرفناها؟ ليش مو 2 كيلو؟ ليش صار بها تغيير؟ هسه نشوف. For the case Vn يساوي ناقص 0.7، تمام؟ We found that the voltage at the emitter Q1 Q2 ايش قد راح يصير؟ ناقص 1.4. اذا الفولتيه هنا عند الـ Q1 عند الايميتر مالت الـ Q1 والـ Q2 متساويه، ايش قد قيمتها؟ ناقص 1.4، تمام. إذا كانت ناقص 1.4 راح أطلع هذا التيار ناقص 1.4 ناقص ناقص 5.2 على 11.7 راح يطلع عندي هذا التيار. إيش قد يطلع الـ IE؟ يطلع 0.325 ملي أمبير، يعني 300.325، بينما هو بالأصل إيش قد لازم؟ 0.3، تمام؟ هو بالأصل لازم 0.3 بينما هنا طلع 0.325. اذا اختلف التيار، انا اريد هذا التيار ما يختلف، يبقى التيار ثابت، فاسوي موديفيكيشن بقيمه الار سي بيكوز ذا ايميتر كرنت انكريزز، زاد لان كان 0.3 صار 0.325. بسبب ان هذا التيار زاد، ذا فاليو اوف ار سي 1 ماست بي ديكريزد، اذا لازم اقللها، هي 2 كيلو لازم اقللها عن 2 كيلو. ليش؟ تو مينتين ا كونستانت لوجيك سوينج دلتا في، لان اذا ما قللتها راح يبقى هذا راح يتغير اللوجيك سوينج، راح يتغير بسبب ان الاي اي تغير من 0.3 الى 0.325. وضحت الفكره؟ فبالتالي لازم اقلل قيمه المقاومه حتى احافظ على دلتا في متساويه. عموما باختصار الار سي 1 احنا نعرف شلون نحسبها، هو الفولتج سوينج او اللوجيك سوينج اللي هو 0.6 على التيار الجديد، التيار الجديد اللي هو 0.325 ملي امبير، قسم هذا على هذا تطلع المقاومه بدل 2 كيلو تطلع 1.85 كيلو. اذا القيمه الجديده للار سي 1 هي صارت 1.85، اللي اذا خليتها بهاي القيمه الجديده راح احافظ على انه مع تغير التيار، مع ان التيار تغير من 0.3 الى 0.325، يبقى عندي الدلتا في ثابت، يبقى عندي اللوجيك سوينج ثابت. هذا هو السبب اللي خلانا نحور بهذه القيمة، وعرفنا ليش نحور بهذه القيمة. هذا أيضا بروبلم واحد يتدرب على هذه الحسابات، يعني حسابات الديزاين للإي سي ال. طبعا حسابات الديزاين للإي سي ال يعني حساب المقاومات، يعني من يقول لك ديزاين أو ري ديزاين أو ديزاين إي سي ال جيت، يعني احسب الـ REE، احسب الـ RC1، احسب الـ RC2، احسب الـ R، هذه الـ R، هذه الـ R، وهذه الـ REE، وهذه الـ RC1 والـ RC2. محلول مثال واحد ممكن يتدرب به. The ECL or NOR gate. احنا لحد الآن صممنا الانفرتر اللي هو النوت جيت، اريد نصمم الـ OR والنور جيت، وراح نشوف ميزة جديدة بالـ ECL ما موجودة، ما مرت علينا سابقا بالفصول السابقة. شو راح اسوي هنا؟ راح مجرد اضيف ترانزستورات ان بارالل، ترانزستورات اضافيه حسب عدد البتات اللي اريدها ان بارالل، فيجر 99A اللي هو هذا. شنو الجديد بهذه السيركت؟ هسه لو باع هذا السيركت وقارنها بالسيركت السابقه، شنو الجديد؟ الجديد انه فقط هذول الترانزستورين انضافوا. خليني احذف ذول الترانزستورين، بقى هذا الترانزستور الاساسي اللي ادخل عليه اي، وهنا اطلع الاي بار، وهنا اطلع الاي. وهذا الترانزستور الثاني، هذا الفي ريفرنس، هذا كيو 3، كيو 4، كله نفسه. كله نفسك نفس السيركت السابقة، لكن هنا ضفت ترانزستورين على عدد الإدخالات. إيش قد عدد الإدخالات؟ 3 أنبوتس،
بما أنه أريد 3 inputs أضيف ترانسستر ثاني على التوازي ويا الترانسستر الأصلي وترانسستر ثالث على التوازي معه، بحيث هذول ثلاثتهم هذول يشتغلون هم الـ 3 inputs، بحيث الـ inputs راح تكون A وB وC، A وB وC، هاي الإدخالات مالتنا تمام. شنو أريد من هاي الإدخالات الثلاثة؟ إذا دخلت A وB وC أريد يخرج لي مرة أور ومرة نور تمام. إذا تريد يخرج لك أور راح يخرج على هنا هذا الأور A زائد B زائد C، إذا معناها جاي أسوي عملية أورينج ما بين الـ A والـ B والـ C زين، ويخرج لي نور. شنو الفرق بين النور والأور؟ أكو نوتس بالموضوع. إذا هذا راح يخرج لي الـ A زائد B زائد C نفسها ولكن يحط عليها بار، إذا هذا جاي يخرج، هذا جاي ينطيني النور، هذا الأوتبوت آخذ من عنده نور وهذا الأوتبوت جاي آخذ من عنده أور. إذا خلية وحدة بالحقيقة، يعني ECL gate واحدة مجرد كثرت لها عدد الترانسسترات، بدل ما كان ترانسستر واحد صارن ثلاثة، قدرت أحصل على 3 input ECL NOR gate و OR gate. أريدها OR أقدر أستخدمها، أريدها NOR أقدر أستخدمها، بل أكثر من ذلك أريدها NOT أقدر أستخدمها. شون أقدر أستخدمها NOT؟ إلغي هذا الترانسستر تركه، يعني لا تستخدمه، خلي هذا الانبوت زيرو، كل شيء لا تسوي له خليه زيرو، وهذا الانبوت خليه زيرو، يبقى عندك بس الاي، صارت انفرتر، صارت اي بار هنا اي وهنا اي بار اذا كان البي صفر والسي صفر. اذا 3 فانكشنز انا اقدر استفيد منها، اقدر استفيد منها 3 انبوت نور جيت، اقدر استفيد منها 3 انبوت اور جيت، اقدر استفيد من عندها نوت جيت، بل اقدر استفيد من عندها 2 input مو فقط 3 input، اقدر استفيد من عندها 2 input or gate او nor gate، اقدر اهمل C واخذ بس A و B، فبدل ما 3 input تصير عندي 2 input. اذا 4-5 functionات مختلفة لجيت واحدة، هذه هي ميزتها، ولذلك هنا أنا السمبل مالتها الرمز مالتها ما راح ينطيني مخرج واحد، راح ينطيني مخرجين، ال Y1 راح ينطيني النور وال Y2 راح ينطيني ال اور، واقدر احصل منها بدل 3 انبوت على 2 انبوت، واقدر احصل منها على نود جيت، استخدم فقط الاي، اترك البي واترك السي، الاي مع الواي 1 يعطيني نود جيت عاديه. هذه هي يعني الميزه للاي سي ال اور نور جيت، تبنى بهذه الطريقه، طريقه ذكيه للحصول على فانكشنز مختلفه. هاي ايش يسموها؟ يسموها دول اوتبوت، دول اوتبوت اور نور جيت، دول اوتبوت يعني مو اوتبوت واحد وانما اوتبوت مزدوج ثنائي، اوتبوتين موجود بالموضوع. يقدر واحد يتدرب ياخذ هذه الدائره، هذه الدائره هي 3 انبوت اي سي ال نور جيت بوحدها، اذا تريد بس نور جيت بوحدها هاي، اذا تريد بس اور جيت بوحدها هاي، 2 انبوت اي سي ال اور جيت بوحدها. اذا ممكن واحد ياخذ هذه الدوائر ويقدر يضيف لنفسه دوائر اخرى، يتدرب بعدد من الانبوت يعني الفان ان يغير به ويحصل على اور ونور و نوت جيت بالشكل اللي يريد. يعني نوت افري جيت يوزد او نيد تو بي امبلمنت ذس واي، طبعا مو كل الجيتات انا اقدر ابنيها بهذه الطريقه، هذا يعني حاله خاصه بالاي سي ال، ربما اذا تغير عندي الموضوع ما اقدر اسوي هذا التكنيك، في اشياء تطبيقات اخرى يجوز ما اقدر اسوي هذه التكنيك. 3 انبوت لوجيك جيت ان فيجر 9-10 هاز بين ديزاين، قلنا فقط نور وهذا الشكل 9-11 يستخدم به فقط الاور. هذه ايضا ميزه من ميزات، يعني ضيف ميزه اضافيه الى ميزات الاي سي ال، وهذه ميزه ايضا مهمه يعني جدا مهمه، لان تسوي لك ريدكشن بعدد بالتوتال نمبر اوف باورز. الباور ديلي برودكت البي دي بي قلنا هو جدا مهم، لان هو بالحقيقه هو اللي يقارن لي ما بين اللوجيك فاميليز وميز لي فاميلي عن فاميلي باعتماد على البي دي بي. هذا البي دي بي هو فيجر اوف ميريت لعمليه المقارنه للوجيك فاميليز. اولا خلينا نحسب الباور ديسبيشن وبعدين نحسب الديلي وبعدين نطلع الباور ديلي اللي هو حاصل ضرب. نرجع للفيجر 9-18، نرجع للفيجر هذا الفيجر 9-18 لدراسه الـ يعني الباور. اوكي يقول وذ ريزيستر بايزنج، وذ ريزيستر بايزنج يعني مستخدم هاي المقاومه مو كرنت سورس، مستخدم هاي المقاومه تمام. الحساب جدا بسيط، احسب التوتال كرنت اي ان ذا انفرتر از اندبندنت اوف ذا لوجيك ستيت، وهي ميزه ايضا حلوه، التيار ما يعتمد على اللوجيك ستيت سواء كان يشتغل باللوجيك 0 او باللوجيك 1، التيار
ثابت. شو يساوي التيار الكلي للدائرة؟ هي مجموعة ثلاث تيارات. التيار الكلي بالدائرة إذا تطلع التيار الكلي هو مجموعة ثلاث تيارات، هذا التيار I3 وهذا التيار I4 وهذا التيار IEEE، هاي ثلاث تيارات إذا أجمعهم أطلع التيار الكلي المنساب بالدائرة. هذا التيار الكلي إذا أضربه بالفولتية الكلية بالمصدر الرئيسي بالدائرة، المصدر الرئيسي عندي هو VEE، أضرب التيار الكلي، هسه هذا مصدر، مجموع التيارات مالته ثلاث تيارات، هذا تيار داخله وهذا تيار داخله وهذا تيار داخله، اجمع هاي ثلاث تيارات يطلع التيار الكلي اللي يجهزه هذا المصدر، في فولتية المصدر تطلع الباور الكلية. إذا الأفرج فاليو، الأفرج فاليو للباور ديسبيشن هي الفي اي اي في التيار الكلي اللي هو ثلاث تيارات اي 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 زائد اي 3 زائد اي 4، هذا هو الباور. ذا سم اي 3 زائد اي 4 احنا عرفناه هو ثابت من اشتقاقات سابقة، عرفناه هو 0.2، والاي اي اي هو كرنت سورس، هو كرنت سورس كان 0.3 ملي امبير، ف 0.3 ملي امبير زائد بالبداية خلينا نطلع الافرج مالته لأن هو عنده قيمتين الاي اي اي، مرة طلعناه 0.3 ومرة طلعناه 0.325، فراح اخذ الافرج مالته اجمعهم اقسمهم على عددهم يطلع الافرج مالته 0.313 جمعه مع هذول التيارين ال 0.2 وضربه بالفي دي دي اللي هو 5 فولت تطلع القدرة تقريبا 2.7 ملي واط، اذا الباور ديسبيشن 2.7 ملي واط. اذا اذا تريد تتحكم بهذه الباور تقللها تقدر تتحكم بقيم الريزيسترز، بالتالي تتحكم بقيم التيارات، بالتالي تقدر تتحكم بقيم الباور ديسبيشن في الاي سي ال لوجيك سيركت. الجيت ديلي حتى ما ندخل بالتفصيلات وندوخ بالتفصيلات، نفس القوانين اللي مرت علينا سابقا، هاي مر علينا بالضبط نفس الاشتقاقات، التاو لللو هي 0.69 ار سي سي ال، وللهاي نفس القانون تماما ايضا 0.69 ار سي سيلو، اجمعهم اثنين مقسمهم على عددهم يطلع عندنا الافرج بروبيجيشن ديلي، هذا الافرج بروبيجيشن ديلي. طلع عندنا التاو بي وطلع عندنا الباور ديسبيشن، اذا اقدر اطلع الباور ديلي برودكت ببساطه، الباور ديلي برودكت طلع عندي ببساطه. عندي هنا ملاحظه، ذا لارج باور ديلي برودكت ار نوت يوزابل فور في ال اس اي سيركت دنسيتيز، دائما انا ابحث عن باور ديلي برودكت قليل ما اريد يكون كبير، لان اذا كان الباور ديلي كبير معناها ما نقدر نستخدم هاي السيركت بتطبيقات ال VLSI. اذا تطبيقات ال VLSI تفترض انه التكنولوجي اللي تستخدمها تكون ما تعطيك لارج باور ديلي برودكت، هذه ملاحظه جدا مهمه للناس اللي تشتغل بال VLSI سيركتس وال VLSI تكنيكس. هذا ما يتعلق بالبارت الاول من هذا الفصل، تكملة الأجزاء الأخرى من الفصل إن شاء الله في المحاضرات القادمة. تحياتي.